عن الحلول، الخطه البديله، بلان بي، محمد صلاح مراقب، والتوفيق لسه ما مش حليف المروان ولا حليف عبد الله ولا حليف تريزيجيه. كان في طريقه ثاني هداف الدوري بعد احمد عدم مع شرف هذا الموسم مع نادي الزمالك، كان هيسجل في لقائه الدوري الخامس اول اهداف الدوري. ولا حليف ولد طبعا لعبه في اولمبياد كاس لندن في عام 2012. لكن مرة تانية يعود المحمدي بيلعبها في الخلفة لمحمد صلاح، لكن ترجع محمد النني، أيمن أشرف في كرة عالية، أيمن أشرف في المساندة، أيمن أشرف يلعب كرة حلوة قوي في اتجاه مروان، صراع في الكرات العالية لكن ترجع لمسة الأخيرة مهمة، لمسة الأخيرة مهمة الخطير مليات اللي بيلعب كرة في اتجاه مدرب المغرب فيدي لما كان مع زامبيا خسر في اخر لقاءين وديين ثم فاز مع زامبيا بلقب لقب الدوله اللي بتمثل البطوله مصر واثيوبيا وطبعا غانا والسودان ونيجيريا والجزائر وجنوب افريقيا وتونس. مصر اكيد حققت اللقب طبعا اللقب بتمثل البطوله